السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة والطالبات التعليم الفني الصناعي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات في بيتنا مدرسة. حلقة اليوم مخصصة لطلبة الصف الثاني الثانوي الصناعي، تخصص تبريد وتكييف الهواء. هنشتغل مع بعض مادة التكييف. مادة التكييف في البداية مادة كويسة جدا، هتفيدنا كتير جدا، هتخصنا في الصف الثاني والصف الثالث، ولو ربنا كرمنا إن شاء الله ودخلنا معهد أو دخلنا كلية، المادة ديت مادة أساسية، هي مش مجرد اللي إحنا نعرفها وخلاص. فإحنا عايزين نتفق مع بعض، إحنا عايزين نتعلم ونفهم المادة. المادة معظمها فهم، ما فيهاش حفظ كتير، وطبعا دي معلومة تبقى كويسة جدا. أنا مثلا لما أخش على مادة أنا عايز أذاكر حاجة، ألاقي نفسي مثلا عندي سطرين أحفظهم، بخش الامتحان أقوم حاطط السطرين. لا، أنت لو فاهم السطرين دول ممكن تكتب في الصفحة ديت صفحة واثنين وثلاثة. فهنتفق مع بعض، لازم يكون عندنا هدف يا جماعة، عايزين نذاكر، عايزين نفهم المادة ديت. هنحتاج فيها شغل الخريطة السيكومترية، ودي هنتفق عليها، هحط لك مثلا على كومنت على اليوتيوب اللي احنا محتاجين نشتغل على دي، هحط لك الصورة بتاعتها بحيث ان انت ممكن تصورها نسخة 2 3 نشتغل عليها الفترة الجاية ان شاء الله. في البداية احب انصح الجميع، محتاجين نحط قدامنا هدف. انت ما دام انت بتتفرج عليا يبقى انت عندك هدف، انت عايز تذاكر، انت عايز تجيب مجموع ان شاء الله، ان شاء الله بالمجموع العالي. مادة التكييف مادة كويسة جدا، ما بتختلفش كتير عن التبريد. يعني احنا لو قلنا العناصر الأساسية لدائرة التبريد هي نفسها العناصر الأساسية لدائرة التكييف. في البداية نبتدي مع بعض وهنشتغل التكييف. هنحاول ان احنا نخلي مع بعض الشرح، هيبقى فيه جزء سين وجيب بحيث ان نجيب السؤال واجيب لك الإجابة، اسيب لك 5 ثواني انت تفكر في الإجابة وبعد كده نجيب الإجابة مع بعض. في البداية عندي اول سؤال هيقابلك في مادة التكييف وبيجي في الامتحان كتير، ايه الفرق بين التبريد الخاص والتبريد العام؟ الفرق بسيط جدا، بقدر اقول لو عندي التبريد العام بانه عمليه ازاله حراره، عمليه بسيطه جدا كده خالص، لنا التبريد عمليه ازاله حراره. طب انا لو جيت اقول التبريد الخاص هي عمليه خفض وحفظ درجه حراره الماده سواء كانت غاز او سائل او صلب اقل من درجه حراره الوسط المحيط. ده سؤال بيجي وبيتكرر كتير. طيب نيجي نتكلم بقى دلوقتي في أول حاجة في مادة التكييف، تعريف تكييف الهواء. طبعا ده حاجة أساسية لازم أكون معرفها. تكييف الهواء يعرف تكييف الهواء بأنه عملية معالجة الهواء والتحكم فيه، حيث يمكن للأشخاص الشعور بالراحة داخل المكان. طب أنا بتحكم وبعمل معالجة للهواء، بتحكم في إيه؟ أقدر أقول بتحكم في درجة الحرارة، بتحكم في رطوبة الهواء، بتحكم في سرعة الهواء، نقاوة الهواء. الأربع عناصر اللي أنا اتكلمت فيهم دول، درجة الحرارة ورطوبة وسرعة، لو أنا قدرت أظبطهم وعملت عملية معالجة فكده أنا بظبط جهاز تكييف للشخص، وهو ده المطلوب إثباته. طيب نيجي بقى مجالات استخدام تكييف الهواء. الموضوع ده بيتكرر كتير، وطبعا ده حاجة أساسية. أنا بستخدم تكييف الهواء بستخدمه في إيه؟ عندي تكييف هواء بستخدمه للأشخاص، تكييف هواء صناعي، تكييف هواء تجاري، تكييف هواء زراعي، وأخيرا تكييف هواء طبي. نتكلم مع بعض بقى على حاجة حاجة، خليك معايا. تكييف هواء الأشخاص، كل اللي أنا بعمله ده أنا بظبط وبتحكم وبعمل عملية معالجة للهواء عشان أظبط درجة حرارة ورطوبة كل حاجة للشخص نفسه. طيب يعني اقدر اتكلم واقول تهدف تطبيق تكييف الهواء لراحة الاشخاص الى توفير جو مناسب للمكان سواء كان مباني سكنية او وسائل نقل او خلال تواجده بمطعم او في اي مكان، اي مكان هيتواجد فيه الشخص انا عايز اظبط درجة الحرارة. طبعا الموضوع دوت مهم جدا، انا عامل التكييف للشخص، انا عايز احسسك بدرجة حرارة كويسة، سواء انت قاعد في بيتك، قاعد في مطعم، قاعد في سوبر ماركت، موجود في اي مكان، انا عامل التكييف دوت ليك انت، الهدف الايه الاساسي. طب هو موجود تكييف الهواء موجود للاشخاص بس؟ لا، ده انا عملت حاجه اسمها ايه، تبريد الهواء، التكييف الهواء للتجاري. تجاري ازاي استخدم تكييف هواء تجاري؟ وده اللي احنا هنتكلم فيه. تكييف هواء تجاري انا بستخدمه تجاريا، هديك مثال. لو انا مثلا بفتح سوبر ماركت، بفتح هايبر، هنتكلم بس في حاجه كبيره، بفتح مول، انا اول حاجه بخطط ليها والمهندس اللي معايا بيخطط ليها تكييف الهواء. طب ليه انا بعمل تكييف الهواء ده؟ هيصرف عليا مصاريف كتير جدا، بس خلي بالك هيعود عليك كتير جدا. طب ازاي؟ انا لما يخش الى عندي زبون مثلا، انا في هايبر او زي ما قلت لك في مول، وداخل يشتري حاجه،
ماشي، انا عايز اخليه اطول فتره ممكنه جوه، بدل ما يجي يخش يشتري حاجه ويطلع، لا ده انا احسسه بجو كويس، جو مريح، يخش يقعد 5 دقايق، 10 دقايق، ساعه، ساعتين. انت عامل ايه؟ عامل تعمل ايه؟ انت عامل تاخد في فلوسه. طبعا دي حاجه شرعيه، دي حاجه كويسه، وهو مبسوط وهو فرحان، انت بالتالي انت عمال تكسب. عشان كده بقول لك ايه، تكييف هواء تجاريا، انا بعمله للمكسب. نقدر نتكلم نقول فيه يهدف الى توفير جو مناسب من حيث درجه الحراره والرطوبه ونقاوه هواء للاشخاص الذين يترددون على الاماكن التجاريه، زي ما انا شرحتها من شويه. تكييف الهواء الصناعي، خليك معي، تكييف هواء خاص بالصناعه. لو انا عندي عمال في مصنع وانا شغال وبنتج ودرجه الحراره في المكان 38 40، دي درجه حراره كويسه؟ لا طبعا، انا العامل عندي في المصنع اولا هيبقى قاعد مش قادر، مش مستحمل، عايز مثلا اخش مثلا الحمام، اجي اقعد لي ساعه ولا ساعتين، مش طايل انا اشتغل، اخطائه كتير. مين اللي بيخسر في الكلام ده؟ صاحب المصنع. فانا طبعا بالكلام ده، غير كده ده انت عندك المكن اللي شغال بيطلع لك حراره كتيره. طب والكلام دوت ينفع؟ لا ما ينفعش. فانا بعمل تكييف هواء صناعي، عشان كده قلت لك هيفيد بيا، هيفيد بيا. بقول بيهدف الى ايه؟ بيهدف الى توفير جو مناسب لراحه العمال، وايضا مناسب للمواد والمنتجات والماكينات مثل صناعه الغزل والنسيج والطابعات والحاسبات. انا عندي بعض الصناعات يا جماعه لازم استخدم فيها تكييف هواء، زي صناعه الغزل والنسيج. انا شغال في الغزل والنسيج، عشان احافظ على الغزل واحافظ على الخيوط اللي طالعه عشان امنعها من التقصف، لازم احطها تحت درجه حراره ورطوبه معينه عشان تطلع الصناعه بتاعتي صناعه كويسه. في بعض الصناعات زي الصناعات الالكترونيه محتاجه لدرجه حراره اثناء التصنيع. انا مثلا اديك مثال، لو انت عندك حاسب الي او كمبيوتر سبته لمده سنه او سنتين، تيجي بعد فتره تشغله تلاقيه تالف، في مشكله فيه. ليه؟ لان انت عندك حصل صدى وعندك حصل اكسده لبعض المكثفات وبعض الحاجات الالكترونيه الموجوده في البورده، ادت الى ايه؟ عطل الجهاز. عشان كده لازم يمسح فيه في مصانع اللي هي بتصنع البرد او الحاجات اللي ايه؟ الالكترونيه. كمان عندي بعد كده تكييف هواء زراعي. طبعا من المعنى تكييف هواء زراعي، وفي حاجه اسمها تكييف هواء للزراعه؟ طبعا، دي حاجه حديثه واتعملت عليها ماجستير ودكتوراه وعملت عليها ابحاث كتير جدا، وثبتت بالفعل ان انا لما بحط الزرع او بحط الصوبه تحت درجه حراره ورطوبه معينه هي محتاجاها، اقدر اخد محصول وفير جدا وبالتالي هيفيدني. والكلام ده بدا نشتغل فيه الفتره اللي فاتت كتير جدا. اقدر اقول عليها تهدف الى التحكم في الهواء لتوفير جو مناسب حتى ينمو فيه النباتات للحصول على محصول وفير. طبعا انا جايب لك كل بند وبحط لك عليه سطرين تقدر منهم انت تفهم، زي ما احنا اتفقنا على الماده احنا معتمد فيها على الفهم. انا قاعد اهوت انا بكلمك ايه؟ تكييف هواء زراعي. يعني ايه زراعي؟ فبقول لك دلوقتي عندك صوبه زراعيه، لو انت عرضتها لدرجه حراره ورطوبه كويسه لازمه ليها، بتحصل على محصول وفير. يبقى انا من كلمه اقدر اذكرها اقدر اكتب عنها كلام كتير، انا فاهم، فعشان كده اقدر اكتب. اخر حاجه تكييف هواء طبي. طبعا الموضوع ده مهم جدا. انا مثلا مستشفى عندي بيجي لي عيانين كتير. طب انا اجي عيان احطه تحت درجه حراره مرتفع او جو مش كويس او رطوبه عاليه او رطوبه منخفضه؟ لا، المفروض ان انا بوفر جو مريح للناس اللي هي الجايه، يعني هبقى تعبان وكمان او اوصل له لدرجه حراره عاليه او درجه حراره منخفضه؟ لا طبعا. كمان غرف العمليات برضو بتحتاج لنقاء ومحتاج لتكييف هواء. اقدر اقول عنها بتهدف الى توفير جو مناسب للمرضى داخل المستشفيات، ويستخدم تكييف الهواء داخل غرفه العمليات والعنايه المركزه والمعامل والاشعه. يبقى انا تحت كل بند، هم 5 بنود، تحت كل بند قلت فيه كلمتين بناء على فهمي للسطر الاولاني بس. بعد كده ناخد بقى ايه الفترة اللي جاية؟ سؤال وجواب. بيجي سؤال عندي اولاني، الاسئلة دي طبعا بتتكرر في الامتحان كتير، اذكر بعض امثلة لاستخدام تكييف الهواء في المجالات التجارية والصناعية. طبعا احنا لسه مجاوبين على السؤال دوت من شوية. اقدر اقول لك للمحلات التجارية، طبعا الموضوع مهم جدا، زي ما قلت لك انا بوفر جو مناسب داخل المكان التجاري اللي انا عامله. انا عامل شركة، عندي موظفين، عندي عمال بيجولي، عندي كلاينت بيجيلي، محتاج لنا اوفر جو مريح اقدر اخد اللي انا عايزه. زي مثلا قلت لك عندي سوبر ماركت، عندي هايبر، عندي مول، انا محتاج العميل اللي هيخش لي
أقعده أطول فترة ممكنة، فبظبط درجة حرارة، بظبط رطوبة، بظبط سرعة هواء، بظبط نقاوة هواء، وبالتالي بحصل أنا على أن العميل ده بدل ما كان بيقعد عندي زي ما قلت بيقعد عندي 5 دقايق 10 دقايق ساعة، لا ده أنا أقعده بالساعتين والتلاتة يقعد يشتري، وبالتالي أنا المستفاد فين؟ في الآخر. طب دوت بالنسبة للمحلات التجارية. طب بالنسبة بقى للصناعة، اتكلمنا في الموضوع ده وقلت لك في الصناعة لا أنا بوفر درجة حرارة معينة للعامل، درجة حرارة مناسبة، برضو بظبط درجة حرارة للماكينة، أنا عندي الماكينة شغالة بترتفع درجة الحرارة، لا ده أنا أجيب تكييف هواء وبالتالي هحميها من ارتفاع درجة الحرارة، دي حاجة كويسة جدا، وبالتالي أنا أقدر أوفر درجة حرارة كويسة للعامل، أحصل على نتيجة كويسة منه، وتمنى هحصله إيه لو إيه ما يحصلش ليه أخطاء. طيب بيقول لي هنا إيه، تستخدم أجهزة تكييف الهواء للمحافظة على نسبة رطوبة عند حد معين أثناء صناعة الغاز المسيج. طبعا أنا قلت الإجابة ديت وأنا شغال، ليه بحافظ على درجة حرارة في مصانع الغاز والنسيج؟ يعني إجابة بسيطة جدا، عشان أمنع تقصف الألياف أثناء عملية التصنيع. نيجي بقى للسؤال اللي بعد كده. طبعا السؤال ده كنا اتكلمنا فيه وتقولت الإجابة، تستخدم أجهزة تكييف الهواء لثبات درجة حرارة أثناء إنتاج أو صناعة الأجزاء المعدنية الدقيقة، اللي هي مثلا زي البرد الإلكترونية. ليه أنا بحافظ على درجة حرارة؟ زي ما قلت لك كده، أنت لو جبت لك مثال وقلت لك جهاز كمبيوتر أنت مثلا سايبه لمدة فترة طويلة سنة سنتين، تيجي تستخدمه هتلاقيه بايظ. ليه؟ عندك أجزاء معدنية دقيقة أو البردة أو الكلام ده حصل فيها تلف، وبالتالي تلف الايه الجهاز. كمان عايز اقول لك على حاجه، مثال بسيط، لو انت معاك موبايل، الموبايل ده لو درجه حرارته ارتفعت انت بتعمل ايه؟ بتحس بايه؟ الجهاز هنج معاك، عندك مشكله فين؟ فين؟ في الجهاز. تمام، يبقى انا لازم احافظ على درجه حراره عشان احافظ على الاجهزه اللي هي معايا. بقدر اقول للحفاظ على نسبه رطوبه مناسبه حتى لا يتكون اكسده او صدى على الاجهزه الدقيقه. السؤال اللي بعد كده، تستخدم أجهزة تكييف الهواء في الأماكن التي توضع بها أجهزة الحاسبات. ليه؟ لسه ساكر الكلام ده، عشان أحافظ على أجهزة من ارتفاع درجة حرارة الحاسب، يجعل الحاسب يعمل بطريقة خاطئة، وبالتالي يجب المحافظة على درجة حرارة ورطوبة مناسبة داخل المكان. دي مجموعة أسئلة اتكلمنا فيها، وارد تيجي في الامتحان، موضوع بسيط جدا، مجرد اللي انت تقراها. طبعا انا اقول لك الفيديو ده هتلاقيه برضو على اليوتيوب موجود، بص عليه شوفه مرة واثنين وثلاثة، واقول لك نصيحة. النصيحة اللي انا هديها لك دلوقتي تحافظ عليها، خلي انا لما بتكلم انا بتكلم على المادة من وجهة نظري انا ومن فهمي ليها انا، انت تفهمني مني بطريقة وتفهمها من غيري بطريقة تانية. لا، انا عايزك تعمل ايه، لكل مادة انت تدرسها ليها كشكول ليها، وتلخصها انت بنفسك وتبقى ده ملخص ليك، وتكتب عليه مذكرة مثلا محمد في اللغة العربية، مذكرة أدهم في التكييف، مذكرة يوسف في التكنولوجيا، اعمل عليها اللي انت عايزه، فاهمني؟ أهم حاجة الملخص ده يبقى بتاعك انت بطريقتك انت بأسلوبك انت. هتيجي بعد كده تذاكر الموضوع بالنسبة لك هيبقى سهل. وخلي بالك وانت بتذاكر انا بطلع السؤال من كتر الأسئلة اللي موجودة معايا والإجابات اللي موجودة، الملخص أنا عملت ملخص كبير بطلع منه أسئلة بحطها على جنب، باجي أذاكر أمسك سؤال سؤال أقعد أشوف إجابته، وأجي إيه في المراجعة بعد كده أشوف طريقتي فيه أعمل إيه، أنا صح ولا غلط، وأبدأ أرجع للكشكول بتاعي اللي أنا عامله. لو عملت الكلام دوت في كل كشكول أو في كل مادة، لا أنت كده أنت عايز توصل، أنت عايز تعمل حاجة، وربنا بيديك. انت عايز تعمل حاجة ربنا هيديك. وطبعا انا اقدر اقول لك النصيحة ديت ممكن اقولها للاولياء والنور، للاب او الام، خلي لابنك هدف، تقعد معاه اعرف الهدف بتاعه انت عايز ايه، وتحاول توصله بالنقطة انا بكلمك فيها، من خمسة ابتدائي، من اولى اعدادي، تاني اعدادي، اعمل كشكول ليك لكل مادة، مش تعتمد على المذكرات، ما تعتمدش، اعتمد عليها، بس لخص الكلام ده باسلوبك انت اللي انت هتفهمه اللي انت هتجاوبه في الامتحان، وخلي اعتمادك كله في الاول وفي الاخر على الفهم. قلل من موضوع الحفظ على قد ما تقدر. طبعا احنا عارفين في عندنا مواد كتيره بتعتمد على الحفظ، لا بس انا خلي الحفظ دوت بالنسبه لي انا فهم
وترجم الكلام ده في كشكول زي ما انا قلت لك. لو عملت الكلام ده هيوفر معاك كتير. عندنا الفتره ديت او في الترم الثاني عندنا حاجه اسمها الخريطه السيكرومتريه، سيكرومتريك تشارت. الموضوع ده مهم جدا، هتدرسه النهارده، هتدرسه في سنه تانية، هتدرسه في سنه ثالثه، هتدرسه في معهد، هتدرسه في كليه، هتدرسه بعد كده في كل حاجه. دخلت كورس الكلام ده تيجي تشتغل بعد كده مهندس او فني، لو انت عارف الخريطه السيكرومتريه هتساعدك كتير. لان ايه الخريطه السيكرومتريه؟ معتمده على خواص الهواء، بتحدد لك خواص الهواء. انا الهواء عندي في درجه حراره جافه، في درجه حراره رطبه، في انصلبي، في رطوبه نوعيه، في حجم نوعي. في خلال الخريطه ديت انت لو حطيت ايدك على نقطه بتجيب عندها كل الخواص. انا مثلا هعمل تكييف مثلا لخمس غرف في مكان ما، عايز اجيب حاله الهواء بره وعايز اجيب حاله الهواء جوه. حاله الهواء بره انا والله انا عارف درجه الحراره الجافه وعارف درجه الحراره الرطبه. من خلال درجه الحراره الجافه ودرجه الحراره الرطبه تقدر تجيب بقيه الخواص. حددت نقطه، انت بقى تيجي نهوت انا عايز اوصل درجه الحراره لكذا، وبالتالي انا محتاج ساعه مبخر بحجم كذا، فهيفيدك في الديزاين، هيفيدك في التصميم. الكلام ده مهم جدا وانا استفدت فيه، وان شاء الله هنبدا فيه النهارده ببعض الحاجات. اجي النهارده هدرس الهواء الجوي. الهواء الجوي زي ما احنا عارفين بيحتوي على اكسجين، نيتروجين، ثاني اكسيد كربون وبعض الغازات. كويس جدا. عايز النهارده انا كده عرفت مكونات الهواء الجوي. في سؤال بيجي لي في النقطه ديت يقول لي ايه الفرق بين الهواء الجاف والهواء المشبع والهواء الرطب؟ بيتكرر كتير الموضوع ده. الهواء الجاف جاف ما فيهوش اي نسبه من بخار الميه. لما اجي اقول لك ده بخار جاف، ده ما فيهوش اي نسبه من بخار الميه. طيب عندي بعد كده البخار الرطب والبخار الايه مشبع. الاثنين هو خليط بين الهواء الجاف والهواء المشبع، بس في فرق. انا عندي دهوت الهواء الرطب هو خليط بس يمكنه حمل كميه بخار ميه تانية. العكس بقى في الهواء المشبع، لا يمكنه حمل اي نسبه بخار ميه تانية. نبص مع بعض كده على الشاشه. تعريف الهواء الجوي بيقول لك ايه؟ انه الهواء الخالي من بخار الميه. هي اجابه بسيطه اهي، ما فيهاش اي حاجه خالص. بعد كده عندي الهواء الرطب. زي ما قلت لك الهواء الرطب هو خليط بين الهواء الجاف وبخار الميه، وله القدره على حمل كميه بخار ميه اخرى. متفقين على الكلام ده؟ تمام. زيه هنلاقي الهواء المشبع، هو خليط برضه بين الهواء الجاف وبخار الميه. الفرق ايه؟ ولكن لا يمكنه حمل كميه بخار ميه اخرى. موضوع بسيط، موضوع سهل جدا. اجي بقى على حاجه مهمه وهي خواص الهواء الجوي. عندي مجموعة خواص الهواء الجوي، هاخد أول حاجة درجة الحرارة الجافة. إيه درجة الحرارة الجافة؟ هي درجة الحرارة التي تقاس بالترمومتر الجاف. نخلي بالنا من الرموز ونخلي بالنا من الوحدات. نخلي بالنا الموضوع ده مهم جدا. لما أجي أعرف درجة الحرارة الجافة هي درجة الحرارة التي تقاس بالترمومتر الجاف. موضوع بسيط جدا. طيب الرمز بتاعها تي دي بي. يعني ايه تي دي بي؟ تي يعني تمبريتشر، يعني درجة حرارة. دي يعني دراي. بي يعني بالب، يعني مستشعر بحرارة. يعني لما اجي اقول لك تي دي بي يبقى دراي بالب تمبريتشر، اللي هي درجة الحرارة الجافة. طب دي وحدتها بالمئوي او بالكلفن او بالفرنهايت. احنا شغالين بالمئوي. تمام؟ يبقى درجة الحرارة الجافة دراي بالب تمبريتشر، اللي هي تي دي بي، هي درجة الحرارة التي تقاس بالترمومتر الجاف. نيجي بعد كده ناخد درجة الحرارة الرطبة. ده هي درجة الحرارة التي تقاس بالترمومتر المبتل. الوحدة بتاعتها هي طبعا بتقاس لا بالمئوي لا بالفرنهايت لا بالكلفن. طب الرمز بتاعها تي دبليو بي. تي دبليو بي، تي زي ما اتفقنا يعني تمبريتشر، يعني درجة حرارة. دبليو ويت يعني حاجة رطبة. بي بالب اللي هو بقول لك مستشعر او بيحس بدرجة الايه؟ الحرارة. يبقى تي دبليو بي ويت بالب تمبريتشر. ويت بالب تمبريتشر معايا؟ كويس جدا. يبقى درجة الحرارة المبتلة هي درجة الحرارة تقاس بالترمومتر المبتل. خدنا قبل كده درجة الحرارة الجافة ودي درجة الحرارة المبتلة.
لازم نخلي بالنا ونفرق بين التي دي بي والتي دبليو بي. بعد كده درجة حرارة نقطة الندى. ايه درجة حرارة نقطة الندى؟ بقدر اعرفها وبتجيلي في الامتحان كتير، اعرف لي نقطة الندى هي درجة الحرارة التي عندها يتكاثف بخار المية الموجود في الهواء الجوي اللي هي تي دي بي. خلي بالك البي اللي هنا بتقيلة مش بي خفيفة اللي احنا اتكلمنا عليها في درجة الحرارة الجافة. هنا معناها ايه؟ تي يعني تمبريتشر على درجة حرارة، دي اللي هي ديو اللي هي نقطة الندى، بي اللي هي البوينت، يبقى ديو بوينت تمبريتشر تي دي بي. طبعا بتقاس بدرجة الحرارة لا اما بالمئوي فارنهايت كلفين واحنا شغالين بدرجة الحرارة المئوي. رابع حاجة الرطوبة النسبية. ايه هي الرطوبة النسبية؟ تعرف بانها النسبة بين الضغط الجزئي لبخار المية الى اعلى ضغط جزئي لبخار المية ويرمز لها بالرمز ار اتش. طبعا انا قانون انا مش هحتاجه، اللي انا هشتغل بيه لما اجي اقول لك رطوبة نسبية ار اتش. البي في عندي هنا الضغط الجزئي لبخار المية عند درجة حرارة نقطة الندى بوحدة كيلو باسكال، اما البي في ماكس اللي هي الضغط الجزئي لبخار المية عند درجة حرارة الجافة للهواء بوحدة الكيلو باسكال. يعني ايه كيلو باسكال؟ لو حد اول مرة يسمع دي وحدة ضغط زي البار زي البي اس اي، هنا الباسكال. الرطوبة المئوية خامس حاجة تعرف بانها النسبة بين كمية الرطوبة الحقيقية الموجودة في الهواء الجوي الى اكبر رطوبة يمكن ان يحتويها الهواء الجوي. كيو بيساوي الدبليو على الدبليو ماكس. ايه الدبليو؟ كمية الرطوبة اللي في الهواء الجوي المناسبة لدرجة حرارة نقطة الندى، اما الدبليو ماكس هي اكبر نسبة رطوبة يمكن ان يحتويها الهواء الجوي والمناسبة لدرجة الحرارة الجافة. نسبة الرطوبة او الرطوبة النوعية اللي هي الدبليو هي النسبة بين كتلة بخار المية الى كتلة الهواء الجاف ويرمز لها بالرمز دبليو. هي نسبة كتلة بخار المية الموجودة في الهواء الجوي. طبعا W بيساوي الام في على الام. طبعا القانون ده انا مش هحتاجه بس هو للعلم. الام في كتلة بخار المية ووحدته بالكيلو جرام، اما الام كتلة الهواء الجاف ووحدته بالكيلو جرام. سبعة الانصالب النوعي H، وطبعا هنشتغل عليها جامد جدا وبحب اعرفها دلوقتي، هي المجموع الجبري لانصالبي الهواء الجاف ال HA وانصالبي بخار المية HV وارمز لها بالرمز H. الوحدة بتاعته كيلو جول لكل كيلو جرام. الحجم النوعي ده هو V، هو عبارة عن حجم وحدة كتلة من الهواء الجاف وارمز لها بالرمز V، ووحدته متر مكعب لكل كيلو جرام. خلي بالك بس لو انا قلت لك حجم عشان في ناس كتير بتتلخبط في النقطه دي، لو انا قلت لك حجم انا بقول لك متر مكعب، لو انا بقول لك حجم نوعي يبقى متر مكعب لكل كيلو جرام، وهو الحجم النوعي مقلوب الكثافه، يعني الكثافه كيلو جرام على متر مكعب، اما الحجم النوعي متر مكعب لكل كيلو جرام. طب لو قلت لك معدل التدفق الحجمي، طب ده اقول له ايه؟ يعني متر مكعب ولا اقولها ايه؟ معدل التدفق الحجمي بقول متر مكعب، بس ما دام بقول معدل يبقى على تايم، يبقى على ساعة ثانية، يبقى متر مكعب على الثانية. لو أنا بقول إيه؟ معدل التدفق الحجمي. في ناس كتير بتتلخبط بين الحجم والحجم النوعي ومعدل التدفق الحجمي، يبقى تاني الحجم بقيسه متر مكعب، أما الحجم النوعي متر مكعب لكل كيلو جرام. او لو انا قلت لك معدل التدفق الحجمي يبقى متر مكعب على الثانيه. هتحتاج الوحدات ديت عشان لما تفهم معنى الكلمه هتبقى انت راجل شاطر عارف انت بتعمل ايه. بعد كده هنشتغل مع بعض الخريطه السيكرومتريه. موضوع الخريطه السيكرومتريه قلت لك مهم جدا، مهم جدا، ومحتاجين ان احنا نفهمه كويس. محتاج منك المرة الجاية تكون محضر خريطة سيكرومترية عشان نيجي نشتغل عليها على طول. محتاج قلمك الرصاص، مسطرتك الجميلة، هو ده المطلوب منك. الخريطة هسيب لك ملف بي دي اف ليها او صورة، نزلها اطبعها 5-6 نسخ وخليها معاك. نبص بقى مكونات الخريطة السيكرومترية بتحتوي على ايه؟ بتحتوي على عندي
أول حاجة خطوط ثبات درجة الحرارة الجافة، تاني حاجة خطوط ثبات درجة الحرارة المبتلة. يبقى عندي درجة حرارة جافة ودرجة حرارة المبتلة اللي هي تي دي بي والتي دبليو بي اللي احنا لسه متكلمين عليها من شوية. بعد كده عندي خطوط ثبات درجة الحرارة نقطة الندى، عندي نقطة الندى أقدر أجيبها من على الخريطة. رابع حاجة خطوط ثبات الرطوبة النوعية. بعد كده خطوط ثبات الحجم النوعي اللي احنا لسه متكلمين عليه اللي هو متر مكعب لكل كيلو جرام، موجود على الخريطه. لو انت بصيت على الخريطه ولقيت الوحدات انت من الوحده تعرف دي بتاعت ايه على طول، ودي هنبص مع بعض وهنتدرب عليها. بعد كده قبل الاخيره عندي خطوط ثبات الرطوبه النسبيه اللي هي الار اتش. اخيرا خطوط ثبات الانصلبي اللي هو الاتش اللي هو كيلو جول لكل كيلو جرام. نيجي نبص بقى، دي تجميعة للشغل كله. عندي هنا درجة الحرارة الجافة وقلنا الرمز بتاعها تي دي بي. بقيسها بإيه؟ بقيسها بالوحدة بالمئوي سي. بعد كده درجة الحرارة الرطبة الرمز بتاعها تي دبليو بي ويت بلب تمبريتشر، الوحدة بتاعتها بالدرجة المئوي الرمز بتاعها سي. بعد كده نقطة الندى اللي هي تي دي بي اللي هي ديو بوينت تمبريتشر، درجة حرارة نقطة الندى وبقيسها بالدرجة المئوية. بعد كده عندي الرطوبة النسبية اللي هي الار اتش، بيديلك كام في المية، تبدأ من 10% 20% 30% 40% لحد 100%، وده هنشوفها مع بعض. بعد كده الرطوبة النوعية اللي هي الرمز بتاعها W اللي انا قلت لك ايه، كتلة بخار المية الموجودة فين، في الهواء الجوي. حتى هتلاقي هنا كيلو جرام H2O على الكيلو جرام اير. بعد كده عندي الحجم النوعي V، وقلت لك حجم نوعي يبقى متر مكعب، وما دام قلت لك نوعي يبقى على الكيلو جرام. اما لما اجي اقول لك معدل التدفق الحجمي يبقى متر مكعب على الثانيه، طبعا دي مش معايا دلوقتي. نيجي بعد كده اخر حاجه الانصلبي، الرمز بتاعه اتش، الوحده بتاعته كيلو جول لكل كيلو جرام. خلي بالنا واحنا بنكتب الجول والجرام، طب انا بكتب الجول ديت بكتبها كابيتال بكتبها سمول؟ مدام دوت عالم بكتبه كابيتال، يعني جول عالم فبكتب الجول دي كابيتال. طب الجرام لا بكتبها جرام عادي خالص، بكتبها جي عادية سمول. في بعض الوحدات زي مثلا الواط، الوحدة الكهربية، لما اجي اكتب كيلو وات بكتب الكيلو عادي سمول، اما بالنسبة للوات ده عالم اسمه وات، فبكتب الوات بكتبه ايه؟ كابيتال. بعد كده ده شكل الخريطة السيكرومترية زي ما احنا شايفين، في كل حاجة لو بصينا عليها هنلاقي خطوط كتير ومتداخلة في بعض. لو أول واحد أو أول مرة نشوفها الموضوع هيبقى صعب جدا، لأن أنت داخل شايف خطوط كتير داخلة في بعض، أنت مش عارف دي خطوط إيه ودي خطوط إيه. بس بعد ما ندرس ونمسك واحدة واحدة خط خط الموضوع معانا هيبقى سهل جدا. نبص مع بعض، أنا هعمل حاجة كويسة جدا، أنا هحط نقطة على الخريطة ومن خلال النقطة ديت أبدأ أجيب خواص الهواء كله، أجيب درجة الحرارة الجافة، أجيب درجة الحرارة الرطبة، أجيب الرطوبة النسبية، أجيب الرطوبة النوعية، أجيب الحجم النوعي، أجيب انصلبي الهواء، ده كله موجود على الخريطة. طيب أنا عندي أعمل هنا أعمل نقطة اللي هي النقطة الحمراء دي، عايز أجيب عندها كل الخواص زي ما أنا ذكرت وزي ما إحنا درسنا النهاردة. أول حاجة نبص مع بعض، هجيب درجة الحرارة الجافة، يبقى عند النقطة هاخد خط رأسي لتحت، واجي هنا اقرا كام، خلي بالك ان هي شغالة 15 20 25 30 35 40، شايف الترتيب ده؟ اجي اشوف الخط ده واقع فين، ده واقع فين، ده واقع بعد ال 35 بخط، يبقى 36 درجة مئوية. يبقى اول حاجة انا اتعلمتها
اجيب درجه الحراره الجافه اللي هي التي دي بي دراي بالب تمبريتشر، اللي هي بتقاس بالدرجه المئويه. حطيت نقطه على الخريطه ونزلت بالنقطه ديت على تحت، هلاقي الارقام واشوف اقرا القيمه قد ايه. لقيتها بين ال 35 وال 40، اشوف الشرطه بكام، وبالتالي اقدر احسب الشرطه الاولانيه كانت هي بعد ال 35 بشرطه، يعني هي 36. طيب بعد كده ناخد تاني حاجه، درجه الحراره الراتبه. نشوف الخطوط بتاعتها اللي هي الخطوط المايله. شوف الخط الاحمر اللي انا عامله ده، هو دي خطوط درجه الحراره الراتبه. بجيبها منين؟ بجيبها من الدرجات او من الخط الموجود المايل زي ما احنا شايفين. اطلع على السهم كده واقرا درجه الحراره، اقرا درجه الحراره هلاقيها 27. ازاي 27؟ هقول لك انا. عندي هنا التدريج عندي 20 25 30، هي بعد ال 25 بشرطتين، وبالتالي اقدر اقول عليها 27 وانا مطمن. يبقى درجه الحراره الرطبه تي دبليو بي ويت بالب تمبريتشر 27 درجة مئوية. يبقى أنا كده على الخريطة قدرت أطلع وأعرف خطوط درجة الحرارة الجافة وخطوط درجة الحرارة الرطبة. كويس جدا، نكمل ونشوف بعد كده في إيه تاني. عندي بعد كده الإنصالبي. الإنصالبي هي نفس الخطوط بتاعة درجة الحرارة الرطبة. أخد خط مايل واطلع فوق واقرا القيمه اللي موجوده في الاخر. ايه هي؟ طبعا انا عندي هنا 75 80، وهي واقفه عند ال 85 بالظبط. يبقى الانصالبي اقدر اقول له كده واكتبه في المعطيات بتاعتي 85 كيلو جول لكل كيلو جرام. كويس جدا، هي نفس الخطوط اللي انا طلعتها، بس اطلع فوق واقرا قيمه الايه؟ الانصالبي. وانا هوري لك الكلام دوت واحده واحده على حده دلوقتي. نيجي بعد كده خطوط الرطوبة النسبية. هتلاقي حتى موجود على الخطوط المايلة بتكتب كام في المية. كتب تحت هتلاقي 10% 20% 30% 40%، وهلاقي النقطة دي واقفة عند ايه؟ الخط اللي هو 50%. يبقى اقول الرطوبة النسبية 50%. نقطة الندى، اخد خط افقي عند التدريج اللي فيه درجة الحرارة الرطبة واقرا القيمة. درجة الحرارة الرطبة عند التدريج ده 24 درجة مئوية زي ما احنا شايفين كده. الموضوع بكل بساطة، زي ما قلنا في عندنا حاجة اسمها الرطوبة النسبية، في عندي حاجة اسمها الرطوبة النوعية اللي هي الدبليو، اللي هي كتلة بخار المية الموجود على الهواء الجاف. الرطوبة النوعية أقوم واخد خط بالعرض وألاقي هنا مكتوب لي كام؟ 19 من 1000. 19 من 1000 الوحدة بتاعتها إيه بقى؟ عشان قلت لك كيلو جرام بخار مية على كيلو جرام هواء جاف، يبقى كيلو جرام على الكيلو جرام، يبقى 19 من 1000 كيلو جرام مية على كيلو جرام جاف. نيجي بقى للحجم النوعي النهارده اللي احنا اتكلمنا عنه كتير، وعشان افرقه بمعادله التدفق الحجمي والحجم نفسه، هي الخطوط المايله بالشكل الخط الاحمر اللي انا عامله ده. انزل واقوم قارئ القيمه تحت، كام الفي؟ عندي 902 من 1000 متر مكعب لكل كيلو جرام. انا عشان انا ما اتلخبطش بشوف انا عندي القيم اللي موجوده عندي على الخريطه وامشي كده اشوف الوحده بتاعتها ايه. هو مش يقول لي دي الحجم النوعي، هو مش هيذكرها لي، مش هيقول لي ده حجم نوعي، ولا هيقول لي ده انصلبي، ولا هيقول لي دي الرطوبه النوعيه ولا الرطوبه النسبيه. انت من الوحده بتاعتها بتعرف ديت ايه. هنا عندي لو انت قريت تحت هتلاقي متر مكعب لكل كيلو جرام، انا عرفت خلاص انا فاهم متر مكعب لكل كيلو جرام ده هو الايه؟ الحجم النوعي. لقيت حاجه كام في الميه؟ ديت رطوبه نسبيه. كيلو جرام على كيلو جرام ديت الرطوبة النوعية. يبقى من الوحدة بقدر أحدد ده إيه. وطبعا الكلام دوت صح، يعني مثلا أنا لو شغال على قانون وأنا بجيب مثلا إيه حاجة بضرب حاجة في حاجة،
طب انا عايز اعرف دي هتطلع ايه، اشوف الحاجه الاولانيه وحدتها ايه والحاجه الثانيه وحدتها ايه، وبالتالي انا كده جبت الوحده الحاجه اللي انا ايه عايز اطلعها من القانون. يبقى اي حاجه في التبريد والتكييف من الوحده، مش هقول لك من رمز، لان الرمز ده ممكن يكرر بكذا طريقه وبكذا صيغه، لا انا من الوحده بتاعتها اقدر اعرف ده ايه، ده حجم نوعي، ده معدل تدفق حجمي، ده حجم، دي كتله، لان عندي كتله بتتقاس بايه، بالكيلو جرام، الكتله بالكيلو جرام، الحجم متر مكعب. طب لو قال لك ايه معدل التدفق الكتلي تتكتب ازاي، انا بقول لك ايه معدل، لسه قايلها من شويه، قلت لك معدل يبقى هو على تايم، يبقى على وقت، وبقول لك كتله يعني كيلو جرام، يبقى كيلو جرام على مثلا على الثانيه على الدقيقه على الساعه، ما دام قلت لك ايه معدل، يبقى معدل يبقى على تايم، معدل التدفق الكتلي كيلو جرام على مثلا الثانيه. اما اقول لك معدل التدفق الحجمي، لا، معدل التدفق الحجمي يبقى متر مكعب على الثانيه. انا شفت لقيت ايه كيلو جول لكل كيلو جرام، خلاص انا عرفت بقى وتعلمت، كيلو جول على كيلو جرام دوت ام صلبي، يبقى من الوحده عرفت. بيجي لك يقول لك ايه ده درجه جنبها سي يعني مئوي، خلاص دي درجه حراره. يبقى انا لو مسكت الخريطه اول مره وشفت الخيوط الخطوط ديت عليها ايه، هلاقي عليها جنبها وحدات، لو انا قريت الوحده دي انا عرفت الخط ده بتاع ايه. انا لو عايز اتعلم لا دخلت على حاجه انا مش فاهمها، عن طريق الوحده بتاعت اي حاجه تبدا تحدد دوت ايه. ودوت بقى الطالب الشاطر، انا بتكلم الطالب الفاهم، عارف هو بيعمل ايه، عارف ومتاسس. عشان كده بقول لك التاسيس مهم جدا، عشان كده بقول لك من اول مراحلك السنيه، من اول انت ما درست تبريد وتكييف، درسته من امتى؟ من اولى صنايع، من اولى صنايع، ثانيه صنايع، وانت لسه عندك الفرصه هتاخد عندك معلومات كتير، كل معلومه هتكتسبها وتلاقيها كويسه اكتبها في ورقه، اعمل كراسه كده. ده انا هخلي الكراسه ديت للتحويلات، انا هحول، ده انا عندي تحويلات للضغط، ده انا عندي التحويلات البي اس اي وعندي الباسكال، طب ايه الفرق بين ديت وديت؟ ده في تحويله بين دي ودي، انا عندي درجه الحراره الفرنهايت، عندي الكلفن، عندي درجه الحراره المئوي، طب ايه الفرق بين دي؟ في تحويلات من ده وده، واعمل كده كراسه واعمل ورقه، والله انا هتكلم هنا تحويلات درجه الحراره، تحويلات الضغط، في عندي بعض قوانين للكتله والحجم وفي علاقات بينهم، حاجات بسيطه لو انا كتبتها ليا في كراسه هتفيدك، ما دام انت حاطط لنفسك انا عندي هدف وانا عايز اوصل له. عشان توصل له لازم هتتعب، لازم هشتغل، لازم هتتعب على نفسك وتدوس شويه، اتعلم، انت طالب، مهنتك هي طالب، يعني انا اتعلم واستفاد، وحط لنفسك زي ما قلت لك في البدايه هدف عشان تقدر توصل، لو مش حطيت هدف مش هتعرف توصل لحاجه، انت في ما لا نهايه، انا عايز اوصل كليه، اتعب، ذاكر، ربنا هيديك، مش يعني مجهودك مش هيروح حضر ان شاء الله. اعمل نفسك شخصيه، ازاي؟ مش اعتمد على اسلوب دكتور احمد، مش اعتمد على اسلوب فلان، اسلوب فلان، لا، خلي لنفسك انت اسلوبك وطريقتك، خد مني ومن غيري ومن الكتاب ده ومن الكتاب ده، اتعلم، اتعلم، وتعالى امسك الماده وامسك الكراسه بتاعتها زي ما اتفقنا كده، اكتب بقى سواء بنت او سواء ولد، اكتب عليها مذكره كذا زي ما قلت لك في البدايه، واشتغل، امسك الماده واحده 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 ببساطه، واعتمد في كل موادك على الفهم، حتى لو ماده فيها حفظ لا، يسرها لنفسك، يسر لنفسك الموضوع وسهلها لنفسك خالص، عشان تقدر، انت عندك السنين اللي جايه كتير، عندك ان شاء الله تخلص صنايع، ربنا يكرمك تخش معهد، تخش كلية، عندك الدنيا مفتوحة. وخلي بالك دخلنا كلية طالب التعليم الصناعي، لا، طالب التعليم الصناعي طالب جامد بمقارنته معلش بطالب الهندسة، لا هو أحسن منه، هو خد عمل كتير من الصنايع للمعهد للكلية، أنت عمال تاخد في عملي، الطالب الهندسي يفوقك بس في اللغة، اللي هو معاه لغة كويسة متأسس في الإنجليزي يفوقك ببعض المواد اللي هو بياخد، اما انت دوست عملي احسن منه، تدوس عملي احسن منه، عندك المستقبل كتير مفتوح، وعندك النماذج كلها موجوده، ذاكر، اعمل عليك، ادي، ومش هوصيك اقول لك بالكراسه بالكشكول بتاعك، اسمع مني وخد
ولخص واكتب بطريقتك انت واسلوبك انت، هتلاقي هتجيب معاك نتيجه كويسه. زي ما اتكلمنا دلوقتي وحددنا خواص الهواء على الخريطه، وقدرت احدد فين درجه الحراره الجافه اللي هي الخطوط الراسيه، وقدرت اقول لك فين درجه الحراره الرطبه اللي هي الخطوط المايله والانصلبي، وقلت لك عن طريق الوحده بقدر احدد انا شغال ايه. قلت لك كيلو جول لكل كيلو جرام، على طول تعرف ان دوت انصلبي. دخلت مثلا على مساله وهتشتغل عليها على خريطة سايكرومترية، أول حاجة بتكتبها معطياتك. معطياتك إيه المعطيات اللي عندي؟ أقول لك والله ده أنا عندي إيه؟ أنا مديك درجة الحرارة جافة ومديك درجة الحرارة الرطبة وعايز بقية الخواص. قال له والله طيب أوكي، أنا عندي درجة الحرارة الجافة كذا، وأكتب الوحدة بتاعتها على طول. أهم حاجة الوحدة، لو أنت بتتكلم صح أو أنت راجل منظم. أه والله اللي عندي هنا الرطوبة النسبية 50. 50 إيه؟ 50 كيلو جرام. 50 ايه؟ كيلو جول مثلا؟ لا ده والله ده 50%. خلاص انا عرفت الرطوبه النسبيه 50%. بعد كده انا عندي والله درجه الحراره الجافه 30. 30 ايه؟ اكتب جنبها 30 ايه؟ في ناس بنشوف في التصحيح حاجات ليها العجب. درجه حراره اكتبها لي بالكيلو جرام، طب ده ينفع؟ ده كده انت فاهم؟ في حاجات اساسيه خلاص بتبين ان الطالب ده فاهم. وان الطالب ده مش فاهم، انا مش بقول لك بقى نقرا كتير ونشوف ونشوف الوضع ايه، لا، من الحاجات البسيطه دي خلاص عرفت. او بمسك كده الورقه واشوف الطالب، اه ده كده راجل ده فاهم بيعمل ايه. درجه الحراره الجافه لقيته كاتبها لي بالماوي، الانصلبي كيلو جول لكل كيلو جرام، الله ينور عليك راجل شغال صح. الحجم النوعي متر مكعب على كيلو جرام، ممكن واحد يكتبها لي متر مكعب على الثانيه، ما هو مش عارف او متلخبط. اما التدريس الصح، الفهم الصح، اللي انا اخد الاساسيات. انا بتكلم النهارده ايه؟ احنا بنتكلم في اساسيات، حاجات بسيطه، حاجات بسيطه لازم اكون انا متعلمها، مش بتكلم في ادفانسد وحاجات عاليه المفروض انا اكون دارسها. لا، احنا بنتكلم النهارده في ماده التكييف، اللي بقول لك الماده دي من اسهل المواد اللي موجوده، من اسهل المواد الموجوده في الترم ده ماده التكييف. وخلي بالك هتستفاد منها كتير وهتفيدك في السنين اللي جايه كلها. يعني انت لو عايز تخلي الكتاب دوت هينفعك، هينفعك في بعض المعلومات اللي تفيدك في السنين اللي جايه. ثالثه هتفيدك لو ربنا كرمنا، وزي ما قلت لك دخلت كليه الماده دي هتفيدك كتير جدا. زي اللي احنا هنشتغل مع بعض زي ما قلت لك الخريطه السيكرومتريه اللي هتدناها معاك على طول في الكليه، هتدرسها وهتدرسها بكتير وبتوسع، فالموضوع مهم جدا. فعشان كده بقول لك الماده، لا بجد الماده، الماده لذيذه جدا وهنستمتع بيها مع بعض. خدنا خواص الهواء وعرفنا نشتغل على الخريطه وحددنا مع بعض الخطوط وعرفنا دي رمزها ايه ووحدتها ايه، موضوع بسيط قوي. نيجي نمسك حاجه حاجه بقى. انا بقى عايز اعرف واحده واحده كده، شلت لك كل الخيوط او كل الخطوط اللي موجوده على الخريطه وهحط لك خط خط. نبص مع بعض. اول حاجه طبعا احنا خدنا في البدايه كله مع بعضه في قلب الخريطه، كنت ممكن اتلخبط. اول حاجه خطوط ثبوت درجه الحراره الجافه، هي الخطوط اللي هي الاحمر المنقط ده. يعني ايه دي درجه الحراره الجافه؟ اقراها منين؟ اقراها من تحت خالص كده. شوف انا كاتب لك ايه، عامل لك سهم وعامل لك ايه زياده درجه الحراره، يعني تبقى 10 20 30 40 50 60 وانا طالع، وكل ما ارجع ممكن انزل ايه للصفر. يبقى كده عرفنا الخطوط درجات الحراره اللي هي الخطوط الراسيه دي درجه الحراره الجافه. طيب الرمز بتاعها والوحده بتاعتها، قلنا الرمز تي دي بي، تي دي بي دراي بالب تمبريتشر. طيب الوحده بتاعتها بالمئوي، الوحده بتاعتها بالمئوي. نيجي بعد كده درجه الحراره الرطبه، درجه الحراره الرطبه اللي هي الخيوط الخطوط المايله بالطريقه اللي انت شايفها ديت، وتبدا تجيبها من خط التشبع اللي موجود في نهايه الخط، واقدر اقول دي درجه الحراره ايه.
طب قلنا درجة الحرارة الرطبة الوحدة بتاعتها بالمئوي، طب الرمز بتاعها TWB Wet Bulb Temperature. Wet Bulb Temperature طبعا طول ما أنا بطلع لفوق طول ما درجة الحرارة عمالة تزيد معي. بعد كده عندي خطوط الرطوبة النسبية زي ما قلت لك بتبدأ عندي من 10 20 30، طول ما انت عمال تزيد عمال تزيد معاك لحد ما توصل للرطوبة النسبية 100%. طب بتتكتب ازاي الرطوبة النسبية؟ RH. طيب واكتب جنبها كم في المية؟ يعني 20 اكتب 20%، 50 50%، 90 90%. يبقى انا كده راجل فاهم، انا عارف انا بعمل ايه. عندي بعد كده الرطوبة النوعية اللي هي الدبليو، وقلت لك الرطوبة النوعية كيلو جرام لكل كيلو جرام. خطوط الرطوبة النوعية هي زي ما قلت لك هي تعني كمية الرطوبة اللي هي المية الموجودة في كتلة كيلو جرام من الهواء الجاف، وقد تعطي في بعض الأحيان بوحدة الجرام على كيلو جرام كنسبة إيه؟ أصغر. طب احنا طبعا هنشتغل عليها ككيلو جرام على الكيلو جرام، يبقى الدبليو اللي هي الرطوبة النوعية كيلو جرام على كيلو جرام، كيلو جرام بخار مية على كيلو جرام هواء جاف. الموضوع بقى اللي انا اتكلمت فيه النهارده كتير اللي هو الحجم النوعي موجود على الخريطة زي ما احنا شايفين. عندي الخطوط اللي هي المايلة ساعات بتبقى مكتوبة فوق وساعات بتبقى مكتوبة تحت، انا اوريها لك على الخريطة اللي انت هتاخدها مني هتلاقيها مكتوبة تحت. عندك بقى 75% 80% 85%، المهم لما اجي اقول لك الوحدة بتاعتها الحجم النوعي ما دام قلت لك نوعي يبقى متر مكعب على كيلو جرام. اهم حاجة اول حاجة متر مكعب لدوت حجم، متر مكعب لكل كيلو جرام وهو اقل من العدد واحد. ديت خطوط ثبوت الحجم النوعي. الانصلبي نفس خطوط درجة الحرارة الرطبة اللي هو الخط المائل، بس بطلع بعد كده فوق شوية وبجيب الانصلبي من فوق. يعني احنا التاني كنا درجة الحرارة الرطبة كنا بنجيبها على خط التشبع، لا ده انا هطلع فوق شوية كده واجيب الايه؟ الانصلبي زي ما هو موجود قدامك اهو، 20 60 90. طب هي لو عندي واقفة مثلا على الشرطة اللي بين الستين والتسعين هتبقى ايه؟ او الوقفة بين العشرين والستين تبقى كام الشرطة اللي في النص؟ اكيد اللي بينهم ايه؟ 40، يبقى 20 40 60 وهكذا. طب افرض انا لقيتها واقفة بين الستين وبين الاربعين اجيب النص بتاعها، يعني هي عندي هنا 20 40، قلنا 40 و60 تبقى اللي بين الاربعين وستين تبقى ايه؟ 50. الرطوبة او الانصلبي قلنا كيلو جول لكل كيلو جرام. نقطة الندى اللي هي الخيوط اللي هي الخطوط اللي جاية بالعرض نفس القراية بتاعت درجة الحرارة الرطبة، ودي الفينش بتاعي. لو انا حطيت نقطة على الخريطة اقدر اجيب كل حاجة، درجة حرارة جافة درجة حرارة رطبة، يبقى كده اقدر اذكرك بكل احنا خدناه النهاردة. اتكلمنا ايه الفرق بين التبريد العام والتبريد الخاص، وكان دي اول حاجة هتلاقيها في الكتاب. بعد كده جيت قلت لك عرف لي بقى موضوع التكييف واستخدامات التكييف، خدنا استخدام التكييف للاشخاص والتجاري والزراع والصناعي وحتى الطبي. ليه استخدامات كتير، انا مش عامل التكييف عشان الشخص فقط، لا ده انا عامله حاجات كتير، واتكلمنا في التجاره انا بستخدمه في التجاره ليه وفي الزراعه ليه. بعد كده النهارده اشتغلنا على الخريطه السيكرومتريه وخدنا خواص الهواء وحطينا نقطه على الخريطه ونطلع منها خواص الهواء كله، درجه حراره جافه درجه حراره رطبه. وكان اهم حاجه عندي النهارده
الوحدة والرمز لما تشوف وحدة تقول ديت ايه؟ درجة حرارة جافة، درجة حرارة رطبة. أهم حاجة نتعلم صح عشان نرتاح بعد كده. نيجي بعد كده أقول لك والله درجة الحرارة جافة 20، 20 أنت عارف هي 20 إيه؟ 20 درجة حرارة مئوية. والله بقول لك كيلو جول كل كيلو جرام من غير ما أقول لك انصلبي، هو خلاص ده انصلبي الهواء. يبقى أنا من الوحدة اللي أنت بتقولها لي أنا فاهم. تمام؟ بقول لك والله الحجم النووي عندي مثلا 85 من 100. تيجي تكتبها في الكراسة 85 100، 85 100 إيه؟ متر مكعب لكل إيه؟ كيلو جرام. إن شاء الله في الحلقات اللي جاية شغلنا كله هيبقى في الترم ده على الخريطة السيكرومترية. عشان كده لازم أقول لك حدد، جيب الخريطة معاك، جيب قلمك، جيب مسطرتك، النسخة دي مثلا الخريطة مثلا صورها 5 6 7، خلي معاك عدد من النسخ اللي احنا هنشتغل عليها، تمسح مثلا، نعمل تجربة تمسح وتعمل ايه غيرها. الموضوع مهم جدا وموضوع ممتع جدا ولذيذ جدا. الحلقة بتاعتنا خلصت بسرعة، كنت اتمنى نقعد اكتر من كده. اشكركم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.